هذه السنة وضعت الاتفاقية المعقودة بين الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين وريمون دي بواتييه أمير أنطاكيا الفرنجي الصليبي موضع التنفيذ. الاتفاقية كانت ترمي إلى تحطيم قوة عماد الدين زنكي، ولذلك فقد جهز طرفا الاتفاقية جيشا، الأمير الفرنجي الصليبي ريمون دي بواتييه ومعه جوسلين أمير الرها، وقد حاصر هذا الجيش حلب فدافع عنها أهلها ومنعوه من دخولها. فوجه قائد الجيش جيشهما إلى شيزر، وكان أميرها سلطان بن علي بن المنقذ. وفي ذات الوقت تحرك عماد الدين زنكي لمواجهة جيش التحالف البيزنطي الفرنجي، واعتمد زنكي أسلوب الحرب الدعائية وبث الإشاعات لينجح في تفريق شملهم، وبالفعل نجح في ذلك. دبت الخلافات في صفوف المتحالفين، وتوجه الإمبراطور حنا كومنين إلى أنطاكيا لاستردادها، لكن جوسلين أمير الرها الفرنجي الصليبي حرض عليه فرسان الهيكل فثاروا على الإمبراطور مع أهل أنطاكيا. وكان عماد الدين زنكي قد بث أخبارا بأن سلاجقة الروم قد أغاروا على ممتلكات كومنين في مدينة أذنة، فاضطر هذا للانسحاب عائدا إلى بلاده، ولم يتحقق هدف تدمير جيش عماد الدين.